من الحدود السورية التركية معي أحمد أبو خولة، رئيس المجلس العسكري بدير الزور. مساء الخير، أهلا بك معنا. متى العملية؟ ماذا يمكن أن نعرف عن خطوطها العريضة؟ على الأقل ما يمكن أن تفصحوا عنه. مساء الخير. أهلا وسهلا. نحن متواجدين في منطقة الشدادي مو بالحدود السورية العراقية، نحن موجودين على الأرض كقيادة مجلس دير الزور العسكري جنود مجلس دير الزور العسكري. نحن موجودين الآن في الشدادة، قواتنا تغادر في مدينة الرقة، الآن تقوم اشتباكات في إحدى محاور مدينة الرقة. بالنسبة للعمل العسكري على محافظة دير الزور، أجل مجلس دير الزور العسكري هو مكلف بتحرير هذه المحافظة من إرهاب داعش. فعملياتنا العسكرية وتدريباتنا، تلقت جنودنا جميع التدريبات، الآن نحن جاهزين لخوض معارك. الوقت سيكون قريب لكن غير معلن، تزامنا مع حملة الرقة أو بعد انتهاء عمليات العسكرية في الرقة، لكن الآن أصبح الوقت المحدد لبدء التغريب تبدا العمليات العسكريه في محافظه دير الزور. كيف تتعاملون وكيف مع معركه ان تتزامن هذه مع معركه الرقه، كيف تؤثر؟ الى اي درجه ممكن ان نتحدث عن نقاط ايجابيه او ايضا نقاط سلبيه؟ ما الذي يمكن ان يخيفكم بهذا الاطار؟ نحن لم ناخذ قرار الحرب حتى هذه الدقيقة أن نباشر هجومنا متزامنا مع الرقة. نحن نقول جاهزين، وانتسب كثير من أبناء العشائر محافظة دير الزور للمجلس العسكري، واليوم كان لدينا بيان إعلان قرابة 1500 مقاتل من أبناء عشيرة البقارة وعشيرة الشعيطات وعشيرة الكير انتموا لمجلس دير الزور العسكري، هم أبناء هذه المحافظة وهم جاهزون لدخول عمليات عسكرية لتحرير. مسؤول قوات سوريا الديمقراطية قال إنكم ستدخلون قريبا جدا جدا وبالتزامن مع معركة الرقة. بطبيعة الحال يعني معركة الرقة لا يتوقع أن تنتهي بفترة قريبة. لا، معركة الرقة تتقدم بسرعة، ونحن مشاركين في مدينة الرقة، ومدينة الرقة سوف تخلص في وقت سريع جدا. طيب، وإذا دخلنا عمليات العسكرية ضمن محافظة دير الزور، قوات سوريا الديمقراطية لديها أعداد واسعة تكفي لتخوض معركة على أي أعداد نتحدث؟ كأعداد البشرية، كجنود، كمعدات، كتنسيق مع التحالف الدولي. صحيح، أعني عن أي أعداد نتحدث هنا؟ كمعدات، كجنود، يعني هل ممكن أن نعرف أرقام؟ أرقام دقيقة ما نفصح عنها، لكن تقريبية قوات سوريا الديمقراطية تمتلك 146 ألف أو ما يزيد مقاتل، 146 ألف مقاتل تعداد قوات سوريا الديمقراطية لجميع تشكيلاتها. فخوض حرب على جبهتين، بإمكان قوات سوريا الديمقراطية إذا شاءت تدخل محافظة دير الزور مع تزامن مع التبعات. ما الذي سيجعلها تدخل؟ قلت لم نحدد نحن، ولكن قلنا بأننا جاهزون. ما الذي سيجعلكم تدخلون؟ جاهز يجعلنا ندخلون نحن مجلس دير الزور العسكري اكثر من 4000 مقاتل من ابناء محافظه دير الزور، ونحن مشردين ومهجرين من منذ 4 سنوات منذ دخول تنظيم داعش محافظتنا. لذلك وجودنا وتاسيسنا العسكري وتلقيه تدريباتنا وقتالنا في جميع الجبهات اللي خاضت فيها قوات سوريا الديمقراطيه هو يترتب ان ندخل محافظه دير الزور ونحرر ارضنا واهلنا. شكرا. من الحدود السوريه التركيه احمد أبو خولة، رئيس المجلس العسكري بدير الزور.